Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. À notre part, on va très bien, alhamdoulilah. شحال هادي درت لكم فلوغ المهم اليوم غادوز معنا نهار في رمضان هنايا في فرنسا. اوكي يلاه بدنا الدار مؤخرا اللي متبعني في انستغرام راه يكون عارفها. وغادي نجيو كاستوراما غادي ناخذ شي حويجات غنخليكم معنا غتشوفوا شنو غادي نديروا. ني تاخذوا ديزيد على شنو يمكن لكم ديروا في كاستوراما. نوري لكم من بعد نمشيو للدار. دونك هنايا جينا علاش خاصنا واحد البيت نديرو فيه كوموند غيسي غادي نشريو دي زيتانجير. وسامي قال لي كاين واحد هنايا وكنس دي بلونش خشبات هكا كتقطعو من هنايا يعني من شارب غنوريكم كلشي. وغادي نصريو داك الدغيسي غنركبوهم مزيان وخاصنا دي بيرو ليا ولسامي. دونك حتى هي لا ميم شوز غادي نشدو بلونش كبيرة وغادي نقسموها غنديرو لها رجلين من التحت او معدو دو بيرو هكا كطيح ليك الخيصة بلاصة ما غاتمشي تشري بيرو جديد من ايكيا ولا شي بلاصة اخرى ولا من لو بونكو غيطيح ليك ب 100 يورو ولا 70 يورو. دونك غادي نصايبوه راسنا فوالا. دونك هنا في كاستوراما كتلقى فريمون كلشي الصباغة الصباغة فريمون داكشي كامل اي حسب فكرتي فيها داكشي ديال البريكولاج داكشي ديال شنو اخر سامي معرفتش واه ميمكنش تشرح داكشي كامل اللي كاين فيها كان داك الشيء خصك بريكولاج العود الحديد الصباغه داك الشيء ديال الحمام داك الشيء ديال ليكليراج خصهم داك الشيء ديال الفوبال بدا وكاين فريمون فيه كلشي بحال هاد الخشبات هادو غادي خصنا على طوال كان تقريبا 2 متر 50 هادو غنديروهم بالنسبه للي بيو كاين هاد الشكل هذا كاين هادو هذا هاد الشكل هذا كاين شحال دايرين داير دابا هذا فيه 2 متر 50 هذا داير 28 يورو لهاد لابلونش كامله هذا داير تقريبا 22 يورو 50 هذا 18 يورو. دونك هنايا اون سول بلونش غادي تكفي لينا بجوج دونك غادي نقسموها. دونك 2 متر 50 غنديرو تقريبا 1 متر 25 1 متر 25 تقسم على هذا غاتجيك شحال غاتجيك شي 10 يورو لواحد تقريبا ولا 9 يورو فهمتي نوريو ديك البلان شي تقسم ماشي المهم راه الداخل تي تقطع داك الشيء ما كيبانش هنا هادو ولا هاد الله هاد الشيء تبع وا راه هنا هادو خوفيتي زون الشوت دو فوا 4 اورو دونك هادوك الشياطه ديال الخشب اللي تيقطعوا الناس هنايا شاد ديال الصف تيبقاو هنايا كتاخذو 4 اورو يصلحوا لنا هادو الصف في زيطاجير زعما زيطاجير ناخذ البيضين ولكن هي بلونش كامله دايره 7 اورو دونك لما تشوف البلاصه فيها جمهور ونص دير بها ما بغيتش. مي بون خدو بحال شي حاجه شي بريكولاج خفيف شي حاجه بلا ما تشوف البلاصه في بالك. هانتوما مرحبا بكم معنا في دار ديكور. فوالا بحال الحاجه كطيح لكم الخيط فهمتي غتشري بيرو ولا شي موبل فيه ديزيتاجير يطيح لك غالي في ايكيا ولا في لو بونكو هادشي هنايا تقادو كاع خير تخلي شو ولا ما تخلش؟ خلاص حنا كنلعبو الوغ دونك فينالمون ما قطعناش داكشي هنايا كنسحبنا فابور صافا صدق داكشي بالفلوس دونك عندنا في الدار اصلا المنشار عندنا كلشي غنمشيو تما نقطعو العالم دونك فوالا خليكم معنا نمشيو للدار ونقطعو هادشي ونبداو نقادو لي موبل والبيرو وداكشي كامل دخلنا الدار مازال ما وريتكم الدار مي بون نسالي تقطع لي هادشي كامل غادي نقطعو في الكوزينة ها هو لابلونش ديال البيرو هنايا درنا الكراسة من التحت بحال بلون طرافاي دابا غادي نعبرو باش كل واحد ياخد النص ديالو عندنا المنشار عندنا كلشي هو الكتريك هادو رجلين ديال البيرويات هادو
وكاوشينا كنتو باغي نديرو لا ميم شوز. خدينا واحد لا بلونش زايده بحال هادي كبرنا هادي شويه باش نقطعناها وخدينا منها هاد هاد الطريف هذا. هذا اللي غادي يصلح هذا نحطو هنايا نحطو هنايا في كل جنب ديال الطبله باش غنفيكسيو مع الرجل باش نفيكسيوهم. واه يمكن لكم تفيكسيوهم نيشان تفيكسيو هادي نيشان مع الطبله. واني سامي قال لك غادي تخلي منظر خايب من القدام ديال الطبله دونك غادي نفيكسيوهم بهادو. دونك وحده غتفيكس فيزا غتفيكسها من اللور والاخر غادي تفيكسها من القدام عاوتاني. دونك ديروا العمليه كاع القناه كتاخذوا العبار كاملين هنايا وصافي. هذا الثاني طبلة البيرو الثاني الصلاة على النبي. يلا جمع لي هذاك الشيء. بون ها كي جا البيرو ديالي في البيت درت فيهم دوك اللعيبات لان ما جاوش موازي دونك كان كيلعب. دابا ملي درت له الكاريط غنشوف شي حاجه احسن. انا كنخاف يا حك كنت باغي زعما يجي كامل طويل هكا زعما جيت للحيط. مي بون لا بلونش ما كانتش غتكفينا كنت درتو كامل صافي ما غيبقالوش بزاف ولكن خاصنا نزيدو دوزيام بلونش. اوكي انتما ها البيرو غادي نحط فيه تماك البيسي غادي نشري دوز اكرون تما لان كنحتاجهم في الخدمه ديالي. دونك فوالا داكشي كامل هادشي كامل ديال البيرو طاح لنا تقريبا لواحد طاح لنا ب 15 يورو. دونك 15 يورو كون شتي تاخذ من لو بونكو ولا من ايكيا ولا من شي قنت غيطيح لك واحد القليله واحد 60 70 اورو. دونك شوفوا لا ديفيرونس تقريبا واحد العشيه ديال الخدمه وواحد 2 اور ديال لي كورس ديال التخربع كامل صافي. بيرو مزيان براتيك تتقدس فيه غتحط فيه كلشي تحط فيه المسائل ديالك. دونك ما كاينلاش تمشي تخسر فلوس في نابورت كوا فو توجور مينيميزي لي شارج ديالكم. دونك هو مخير الحمد لله. هادي 8 الرب بقات تقريبا حنا كنفطروا مع 9:30 نمشيو نجيبو ديك الروينه درنا في الكوزينه نرتاح شويه ونقدر الفطور. فوالا تو دوز معنا النهار كامل ديال رمضان هنايا في الويكاند. دونك فوالا باش نصلي العصر بعدا عاد باش نقدر الفطور. لو سوجي اللي كيهمنا كامل اليوم هو ديال اونسكي كونسيغ رمضان رمضان لا ديفيرونس بين المغرب وفرنسا. في الاول ملي الله كتجي كتحس بديك لا ديفيرونس دو ان ما كاينش لا فامي دو وغارة ماشي بحال نفس المائدة اللي كنا ناكلوها في رمضان مع العائلة مع الصحاب ايتترا هي اللي كتكون هنا. دونك هنايا كتبغي ديباني باش ما كان مي ابخي مع الولف بصراحة كتولف ما كيبقاش يهمك داكشي كاع كتوحشو في الاعوام اللي ماجية. مي صافي كتقول سي با زعما ماشي ضروري باش غدوز رمضان دونك عادي صافي كتولف عادي. مي بون كنتمناو تكون كنتي في رمضان غدوز مع داركم ايتترا لان هاديك هي حلاوتو. دونك من ناحيه الماكله انا صراحه درتي قيلي قلت لهم صيفطولك واش بغيتي شنو بغيتي تنقول لهم ما بغيت والو ولا نتاكدوا عليا قلت لهم صيفطولي بغيتو. دونك ما فريمون مثلا داكشي ديال الماكله مابقاش مثلا ما كتبقاش صافي كتبغي تسطع ما كتبغيش تسطع راسك بداكشي. دونك ودرنيامون صيفطولي الدار واش كاينه لا بوسيبيليتي باش حتى انا ما كتشوفش عين داكشي ديال الدار مثلا اش بكيا المحنشه الرغايف ايتترا راه ممكن تصيفطو لكم. كاين الكيران اللي تياخذوا 3 جوغ باش كيوصلوا للمغرب. دونك واحد دابا صاحبي سامي في 3 جوغ تيوصلوا لهنايا لباري كازا باري. انا كدرت لي تقريبا اون سومان انا من مكناس دونك ماشي بحال ما كاين اللي كيديروا كاين لي بلو رابيد تيحسبوك تقريبا 20 درهم لو كيلو ولا 15 درهم لو كيلو. المهم انا ديغنيغمون صيفط قبل رمضان صيفطوا لي الدار شي حاجه لهنايا باش المهم غير باش ندوز بها وهذا داكشي كامل. انا واحد الحاجه كتعجبني بزاف وصيفطوها لي بلا ما نقولها لهم هو الخليع مثلا قلت عليه قال لك رمضان ولا بلا رمضان فريمون تيدوز ليا بزاف لان شي مرات كتلقى ما دير كتبقى كطيب الخليع مع البيض اتسيتيرا مع اللوبيا مع العدس كيجي فريمون زوين. دونك صيفطوا ليا نوريك واش صيفطوا ليا رابيدمون سلو كنجبد داكشي في البلاكار. دونك فوالا بلاتي مع داك الخليع. دونك الخليع هو هذا الخليع هو هذا. دونك سي بيان اومبالي هذا خديتو من غنخلي لكم لو
الهاشتاج ديال داك السيده اللي خرج من عنده سميتو خلي على لا بوسرا لا بارك تيبان والو. دونك فوالا هذا خلي بيو بزيت البلديه ماشي بالشحمه طريفات صغيرين مقطعين فريمون امبيكابل وصحي ماشي شي حاجه حتى تطرف د الحيمه سي دو العجل دو فو جو بونس لو فو العجل دونك فريمون واعر. دونك النصيحه انا ديما نخليها خاصكم تخليوه تيعوم في زيت البلديه دونك المهم طبيعي زيت البلديه 100% طريفات اللحم زوينين فوالا. غير من الخلي راه خليت واقيلا شي 3 ولا 5 كيلو جو بونس واحد اخر الخلي. بون حبيبات الجماهير كاع غزال كاع غزال قرب نسالي هذه شويه ديال الشباكيه مع الرغيف العسل. هادو هادي بربوط العسل مع المحنشه مع المحنشه ديال اللوز المهم كلشي باللوز تما اي سلو. هذا هو لي طريقه قدوتو سلو كنتسحر به كنتسحر به شي مرات وهادو اللي كنديرو في الفطور شي مرات. دونك هادشي لي سطوري الدار تقريبا كتجيك شي 20 درهم الكيلو كيسب كيجيك هما تكون دي زاجونس في فات كتلقى اجونس هنا في باريس كاين بزاف فريمون كاين دونك صافي كيسيفطو كيوصل لك لاجونس تعيط لك النمره ديالك تقول لك دوز تاخد الكول ديالك صافي يعطي لك كارت ديزونتيتي ديالك وكتهزو معاك. دونك هادشي لي كاين فوالا. دونك هادشي لي كاين رمضان دونك غادي تشوفو الفطور لي تقادو تقادو هما المهم داكشي زعما المهم كندوزو صافي ماشي بالضروره الماكلة المهم هو داكشي المهم زعما لو سكي امبورطون في رمضان هو تحس الناس اللي مساكن معاك اكسيتيرا وما عندهمش وحدة تو سكي فوالا راكم عارفين توت ليستواغ. هاد الطبيلة ديالنا داكشي على قد الحال الحمد لله الحوت اشوية ديال الكاطو المغربي كروبات المهم لعيبة من الباسترة تما اسامي قد تمر سامي شي امنية الناس بمناسبة رمضان وا سيدنا مبروك واش نتوما كنتمناو ان شاء الله بصحة والسلامة والناس اللي اول عام عندهم هنايا الله يكون في عونكم قاعدين لكم مرحبا ياك عادي عادي رمضان هنا ولا هي ما شنو كاين عادي كتولف من بعد دزنا الضوء كيف كتبانش الاول صافي غير ديك الاجواء ما كاينينش وصافي هادشي اللي كاين. المهم الله كيدير طالب باش المهم كنضيفاري باش ما كان كتلقى صحاب باش تجمع ولا هذا مساكين مجموعين اللي ما كنهضروا مجموعين. المهم رمضان مبارك غادي نفطروا راه عندنا مازال ما كثينا. رمضان مبارك سعيد خير لكم ان شاء الله بصحه وعافيه وخا جات شويه مع الطلاق ما هي كنت شويه مشغول مع ديميناجيت من الدار وهذا. نتمنى تكون الفيديو عجبتكم ونشوفكم ان شاء الله فيديو بروشين تشوف وما تنساوش تبعوني في انستغرام المره الجايه نديرو جديد يلاه السلام عليكم. Just assumed I'd play the part of keeping you in the right direction. No matter how your confidence may fall, I'll be here as your foundation. And I say, hey.